السلام عليكم، مرحبا بكم. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ عواشر مبروكه، الله يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد صوبا اولا شوربه ديال السمك والبولغور، صحيه 100%. كنفضل نديرها للغدا احسن من العشاء في هاد الاوقات اللي كنمروا بها دابا، لاننا محبوسين في الدار، دونك من الافضل نتغداو بها. حنايا غادي نتغداو بها، هي نورمالمون في رمضان تجي غزاله باش نفرقوا الصيام ديالنا، لانها فيها مكونات صحيه وكالوريك ومفيده للجسم اللي كيكون نهار كامل وهو صايم. دونك خوتي شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الماريسكو، هذا كيجي متنوع، فيه كل شيء، فيه ليمون، كي كنقولوا له حنايا الميخاس، ما عرفتش الاسم بالعربيه، المهم هذا انا كنوريه لكم. فيه البوطا، فيه الكالامار، فيه غامبا، فيه هذا النوع الاخر ديال هذا، وفيه باكالا، وفيه جميع انواع ديال السمك. وكنشريها انا من ميركادونا، كتجي على هذا الشكل، فيها 685 غرام ديال كتصلح البايلا اولا السوبا. انا كنديرها بجوج، كنديرها مع الرز وكنديرها للسوبا حتى هي. دونك غادي نحتاجو السمك كما قلت، غادي نحتاج واحد 3 د الجزرات، غادي نحتاج جوج حتى 3 د المعالق طوماطي ناتورال ولا كامل ولا اللي بغيتو مقطع، غنحتاج واحد شويه د القرعه حمراء، واحد جوج حتى 3 فصوصه ديال الثومه، واحد البويرو، نص بصله حمراء، واحد الفلفله خضراء، وغادي نحتاج القزبور والمعدنوس غير بيطه حتى الاخر عاد غادي نديرو، ما غاديش نديرو دابا. واحد الحفينه ديال البولغور، البولغور هو المرمز طايب، انا غادي نوريه لكم. انا كنشريه من عند الجزار، نيت البارح تقطيت من عنده. كنشري هذا، هو هذا كيقولوا له بولغور اسمر ناعم، انا شريت الناعم لهذا رمضان، وكنشري الاخر المتوسط كيكون مكركب. غادي نحتاجو شويه ديال الزيت البلديه، غنحتاجو شويه الشاونيه، واحد العطريه ديال الحوت الا ما عندكمش بلاش ماشي ضروري، وغادي نحتاج شويه ديال البزار، وغادي نحتاج شويه ديال الملحه. دابا اول حاجه غادي ندير هي انني غادي نغسل مزيان هذا الحوت، غنغسلو مزيان مزيان مزيان، لاننا كنلاحظوا بان فيه شويه ديال الربيع. الغامبا حتى هي هذه نقيوها مزيان، نقيها، غادي نحيد لها القشره ديالها، غادي نغسلو مزيان البنات. و هانتوما معايا، غادي ندير واحد جوج حتى 3 د المعالق ديال الزيت البلديه، نشعلو بطبيعه الحال على البوطه ديالنا، غادي نرد ندير شويه المليحة، غادي ندير يطيب مع شويه ديال العطريه ديال هاد الخلطه ديال الحوت، رائعه البنات، ديال كارمين سيتا، راه كتكون في الكامبو والكاروفور، كيجيو فيها مجموعه ديال العطريه ديال السمك القرنفل البزار، فيها مجموعه ديال سميتو العشوب. غادي ندير شويه هنا، يا سلام بدات الريحة ديال الحوت.
دابا البنات من بعد ما طابولنا دوك بعد ما طابو غادي نحيدهم عينو باش نوريكم هاكا هانتوما راه هزيت واحد الصفاية وغادي نحطوهم هنايا لان الغرض ديالنا خصهم يبقاو غادي نقي الكامبا ومن بعد قلت خليها ترخي الفوائد ديالها عاد نحيد لها القشره. دابا فاش غادي يبردو غادي نحيد لهم القشره لدوك الكامبيطات واحد الريحه يا سلام في الكوزينه. صافي ودابا هاد الكالدو غادي نصفيه باش ما بغيت حتى شي ريزيدوس يبقى ليا لتحت. بسم الله صافي. دابا حنا عندنا اللحمه ديالنا غادي نخليوها تبرد غادي نشحروا الخضيره كامله بالعطريه ديال هاد البنات. هادي راه صوبه لحقه وطريقه تجي زوينه البنات تجي رائعه. وكترا في رمضان كنبغيو نديرو الحوايج مزيانه باش ناكلوها نعطيوها لصحيحتنا. وكي كيقولوا كوندو سي عارفين لا كوساس كون امور باش كنديرو الحاجه بخاطرنا وبغينا نديروها ما كنضركش. اما فاش كنكونوا معصبين وكنطيبوا هادي راه الله يستر كتهبط لك الماكله. اش غادي نقول لكم درك درك ندير مليحه لان مليحه راه درناها في الحوت غنديروها شويه. غادي ندير الفليفله غادي نزيد شويه د الكزبر والمعدنوس
كامله هذه الخضره اللي قطعنا غادي نخليوها تصوطي صوطياري، غادي نصوطيوها مزيان نصوطيوها نصوطيوها مزيان نخليوها على خاطرتها ما زربانيش. دابا غادي ندير شويه الشاونيه اللي كيبغي شي عطريه اخرى يديرها، انا ما كتعجبنيش ريحه الكنجبير في الصوبه ولا ديك قوه العطريه، لان هذه الصوبه ديال الحوت خصنا ناكلو الحوت ونشمو الريحه ديال الحوت، اما الا خسرناه بالنكهات راه كتمشي البنه وكتمشي الشهيوه. غادي نزيد حتى هاد لاصوص لو تريك، راه كاين من بعد ماشي دابا، لو تريك في هاد الصوبه هو انني غادي نشحر هاد الخضره مزيان وغادي نطحنها قبل ما غادي نزيد البولغور، لان بغينا داك البولغور يبقى حبيبات مع الحوت. صافي البنات، غادي نخلي هذا الشيء يتشحر مزيان على خاطرته. وهاد الجامباس هادو، هاد الجامبيطات الصغار غادي ننقيهم باش ما فاش نديرهم في الصويبه ما بغيناش القشور، الدراري الصغار راكو عارفين غير كيلقاو العظومه صافي راه كيخليو لكم الحوت. انا بعدا بنتي هكا غير تلقى شويه ديال الشوك صافي داك الحوت بقى تما. البنات ها نتوما كتشوفوا هاد الشيء راه تشحر ليا مزيان، ها فين درت داك ها فين درت الكالدو، غادي ندير هنا شويه او البنات. غادي نطحن هاد الخضره باش ما نديرش صداع ما نبروفوكيش هاد الصداع كامل، غادي نطحن وغادي نوريكم. ها انتما البنات غادي نزيد الكالدو كامل داك الليكيد ديال هذا، به غادي طيب لنا الصويبه ديالنا. ودابا غادي نزيد البولغور. البولغور راه غسلته ضروري، انا دائما كنغسل لا الرز ولا كلشي كنغسلو. ها نتوما راه غير كميشه ديال اليد، لان بنتي كيعجبها بزاف، كنت باغا نديرو بالفيدوة ولكن بنتي كيعجبها بزاف هذا البولغور وفضلت نديرو بالبولغور حسن. هادي راه صوبه ديال نافيداد معروفه هنا في نافيداد، كيديروا هاد الصوبه ديال الماريسكو ولكن كيديروها بدوك الشعريه ديال النجيمات وبديك كي كنقولوا حنا المحمصا صغيوره بلسان طير صغيور بالفيدو رقيقه وكيديروه بالماريسكو في نافيداد ضروري بروميير بلا. انا كتعجبني بزاف الصراحه لانها مغذيه بزاف للجسم، مغذيه لواحد الدرجه. الناس اللي مريضه، الناس اللي كدير الحيمياء، الناس اللي كدير الرياضه، هاد الصوبه راه صراحه صحيه 100%. انا بغيت نشاركها معكم لان الصوبات راه كل واحد ذوقو، كل واحد طريقته، كل واحد كي كيدير لها. دابا غادي نخليها حتى يطيب لنا داك بولغور، راه ما كيتعطلش بزاف. فاش يطيب بولغور عاد غادي نزيدو الحوت باش كيبقى لنا الحوت كامل ما كيتهرش. غنخليوها قلت نشارك معكم واحد الحويجه شريتهم، لان شريتهم البارح فاش مشيت نتقدم عند المغربي شريتهم وبغيت نشاركهم معكم. شريت هاد الماتشا، لاحظت بان القهوه في الصباح ولات ما كتعجبنيش بزاف، بحال الا كتضر في المعده، بحال الا كتاكتيفي بزاف. دونك شريت هاد الماتشا راكو عارفين بانها كتنيبلي الانسولين في الدم، واخا انها كتنشط الجسم وكتعطيه حيويه وطاقه في الصباح، او ميم طون ما كطلعش الانسولين كتيكيليبريها. دونك الماتشا صحيه 100%. راني كنت هضرت عليها في واحد الفيديو، كنت شريتها بودره بيو، هذه حتى هي بيو ولكن كتجي على شكل دي ساشي. نحلها معكم. البارح فاش راه كدير 3 أورو و89. غادي نفتحو، غادي نفتحها لان غادي كنشربها انا بزاف.
وعاد بنغير نظام. ها نتوما كيجيو على هذا الشكل دي ساشي هكا. كيعجبوني لي انفوسيون اللي كيجيو في الصوبريس. علاش؟ لان ما كيعجبنيش اللي كيجيو محلولين وديك العشبه كلها في الكرتون، وهذه كتجي هكا اخيانيكا ميخور. وخديت الاوميغا 3 6 7 9. الاوميغا راه دائما كنقول لكم راه ما خصناش تخطانا، وخاصه حنا النساء كتصلح لا ميموار، كتصلح الدهون، هادو الدهون اللي كيحتاج العقل ديال كل انسان. يعني بنادم ما كياكلش الحوت كل نهار، ما كياكلش لي زاليمون، وبعض المرات لو كور ديالنا ما كياسيميليش لي فيتامين اللي كناكلوها. اي مشكل عندنا في الجسم ولا اي سيلول ولا اي حاجه، دونك هاد المكملات هادو ضروريين للجسم ديالنا. انا كنت درت واحد البيديدو الاي هيرب، ولكن راه قلتها لكم في التقضيه، راهو مشدين لي دي، وانا صيفط لهم البارح ميساج جاوبوني، طلبوا لي بزاف لي دوكيمون صيفطتهم لهم، طلبوا لي الفاكتوره فوتوكوبي دي ان اي، عطاوني واحد الفورمولير عمرتو سنيتو سكانيتو كلشي وصيفطتو. دونك على ما يجي هذاك الشيء ما غاديش يضيع، مصاب غير يعطيوه ليا. شريت هذا وشريت الكولاجين البنات. الكولاجين هذا كولاجين بالفيتامين سي ومخلط مع اسيدو يولورونيكو العظام، وفيه المغنيسيوم حتى هو، كيصلح للعظام، كيصلح لي موسكل، كيصلح هذه سي اون بروتين يعني صحيه 100%. بنادم اللي كيحرقوه عظيماتو لي زارتيكولاسيون ديالو، بنادم كبير في العمر ما بقاش عنده 20 عام صافي طلع في الثلاثينات، مكمل غذائي دائما كيترافق مع اون بون اليمونطاسيون بيان بازي متكامله، ماشي غير كربوهيدرات، ماشي غير بروتين، ماشي غير دهون، شويه شويه من حاجه. كمكمل حتى هو نشربوه في العصير، نشربوه في نديروه مع الكويز الحليب في الصباح، في الصباح ولا في نص النهار في الليل، حيت فيه فيتامين سي. لما كانش فيه فيتامين سي تقدروا تستعملوه في الليل. انا شربته في الصباح، درته مع القهوه خفيفه، ولكن غادي نولي نديرو في العصير مع قهوه خفيفه وشربته. هما كيكونسيو لك 3 ديال هاد، كتجي فيه الدوسيفيكادور، كيجي فيه الدوسيفيكادور، كيكونسيو لك 3 راسترادو هكا، ولكن انا درت 2 باش ما تجينيش القهوه خاطره. ولكن في العصير ديروا 3، هذيك هي الكميه ديالكم. كنت بغيت نشاركها معكم وشاركتو معكم البنات. وصافي البنات، من بعد ما طابنا البلغور ديالنا كيحتاج حتى 10 دقائق كيطيب، انا كنخليها على هاد القوام بحالها بحال الحريره. دابا غير بشويه غادي نديرو داك الحوت كامل. ها نتوما راه انا من بعد ما غسلته مزيان وطاب، ها نتوما راه نقي ما فيه حتى شي حاجه. بغيتو تحيدوا له هاد، بغيتو تحيدوا له الكاسكره حيدوها له وديروا غير الحيمه. انا كنفضل هكا، كيعجبني داك التقرقيب بالمعلقه في الزلافه كيعجبني ديك التقرقيب. غادي ندير كاع داك الفات هنايا. الغامبايه راه نقيتها، صدقوني يا البنات راه صحيه زوينه زوينه، هاد الصوبه زوينه بزاف. صافي غادي نخليو يغلي واحد 5 دقائق، ودابا غادي نزيد داك المعدنوس من الفوق مع القزيبره. انا كتحمقني هذيك النسيمه ديال الربيع طري، ما عرفوش حتى نتوما هكاك. صافي، وها نتوما معايا في طبق التقديم، نخليها تغلي واحد 5 دقائق صافي ونقدموها. وصافي البنات، جات السوبا ديالنا على النهايه، صافي طابت. دابا غادي نقدمها على هذا الشكل. غادي نحركوها بطبيعه الحال، بغيت انتما شوفوا على 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 شكل كيشهي. انا غادي نقدمها معكم هنا في الطبيسيل. انا غادي نقدمها في الطبيسيل لان في الطبيسيل غادي ناكلوها بحال وجبه. نمسحو بطبيعه الحال، نمسحو الجوينبات العريش ديالنا هنايا، ها العريش ديالنا. نقرب لكم البنات هكا،
العريج ديالنا. كما قلت لكم حنا دائما الصوبة كنرفقوها يا اما مع هاد الريغانياس كيجيو مقير مليح، اولا هادو انا كيعجبوني هادو، بنتي كيعجبوها الاخرين. دونك غادي نفتح هادو معاكم. صدقوني يا البنات راه هذا اكل متوازن، ما محتاجينش نغمسوا بالخبز باش نشبعوا، راه دغيا غادي نشبعوا. ها انتما هاد الخبيزات هادو، يا سلام. غادي نهز بطبيعه الحال معلقه زويونه ماشي ديال دائما باش نبرعوا عويناتنا، ولان راه النفس حتى هي كتاكل. غادي ندوقها ها انتما كي كتجي راه سخونه. بسم الله. ما احلاها البنات، ما احلاها الصراحه. حنايا غادي نفزقوه هنايا بخبيزات، وهو هذا الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو. تهلاو ليا في راسكم، وما تنساوش الا عجبتكم السوبيطا وعجبتكم الطريقه ديالي شيروا لها بلايك. ودائما الفيديوهات ديالنا كيجيو في النهايه هنايا في هاد الجهه، غادي تلقاو قائمه لي فيديو كاملين الا حبيتو تشوفوهم بلا ما تخرجوا من القناه. وهو هذا، عواشركم مبروكه وبالصحه والهنا ان شاء الله، الله يشفي جميع مرضانا، ومع السلامه.